طبيبي. احنا وزحمة علي بابا. علي سلا تحبين تشربي ماما؟ عم نقدم اليوم مسرحية بدري بوند اللي نالت على إعجاب الجمهور بشكل كبير، طبعا بأيام العيد الفطر السعيد. المسرحية يعني بتحكي عن الفيروسات والصناعات الغربية اللي بتصدرها للوطن العربي، طبعا مع اختراعاته للمصل اللي بده يشافي فبيتاجروا فيه كتجارة. فالمسرحية نالت إعجاب الجميع والحمد لله رب العالمين، الله أكرمنا. نور النجمي مؤلف ومخرج عمل بدري بوند اللي حضرتوه اليوم. طبعا اللي بيميز بدري بوند اللي نحن عم نعرضه من فترة 6 شهور لحد هلا استأنفنا بالعيد هو الحضور والإقبال الجماهيري الكبير اللي ميز هذا العرض عن باقي العروض المسرحية اللي عم تنعرض بحلب. طبعا بدري بوند هو سلسلة من العروض اللي نحن وصلنا لها بعد تجارب كثير كبيرة، وإن شاء الله يكون لنا أعجابكم. محمد فاضل، ممثل مشارك بالعمل المسرحي بدري بوند. طبعا احنا عرضنا هذا العمل السنة الماضية ورجعنا عم نعرضه حاليا بعيد الفطر بسبب الإقبال الجماهيري الكتير كبير والغير مسبوق اللي صار على هذا العمل. طبعا احنا الهدف الرئيسي من تقديم المسرحية هو رسم البسمة على وجوه الناس والضحك.